بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المشاهدين أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات السلالات على قناة منارة الريف المصري. والنهاردة هنتكلم يا جماعة عن سلالة جاموس النيلي راڤي، وهي سلالة جاموس هندية من أفضل أنواع الجاموس حول العالم. قبل بقى ما نتطرق لتفاصيل الحلقة النهاردة، ريت يا جماعة فضلا وليس أمرا ما تنسوش تدعمونا باللايك، ولو انت لسه بتشوفنا لأول مرة تنزل تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. طبعا يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين كده اللي قدامنا دي جاموسة بتحلب، في فرض بيحلبها، ده مثال، وهيوزن اللبن بعد ما يخلص حليب. وطبعا أنا اقتصرت الفيديو على حاجات معينة بس المفيد، حتى رضاعة العجل والحاجات دي انا اختصرتها عشان وقت الحلقة. فانتوا تابعوا طريقة الحليب، والمعاه مكيال دلوقتي وهيوزن اللبن بيه كمان، فانتوا تابعوا وعدوا انتوا مع نفسكم كده، وانا هتكلم في شوية خصائص تخص السلالة. ولسه في برضو اللي هيتابعني فيه في اخر الحلقة برضو مثال تاني وجاموسة تانية وحليب تاني وميزان تاني مختلف. فاحنا النهاردة خلينا ندخل في موضوع حلقتنا يا جماعة علشان ما نطولش عليكم. احنا هنتكلم عن بعض المعلومات فقط اللي بتخص السلالة بما فيها المكان الاصلي ليها وتاريخها وصفاتها، المميزات والسلبيات بتاعتها، البلاد الموجود فيها السلالة دي، كمان طرق التغذية اللي الناس تتبعها في السلالة. طب احنا بنجيب السلالات دي ليه وهي مش موجودة عندنا مثلا في مصر او في الوطن العربي؟ انا دلوقتي السوق مفتوح، سوق المواشي مفتوح على العالم، والاستيراد شغال من اي مكان وفي كل مكان على حسب المستوردين ما بيجيبوا. فممكن تيجي في يوم من الايام تلاقي سلالة من اللي احنا بنتكلم عليها دي داخلة البلد بكميات. فانت اللي احنا بنعمله ان احنا بنتكلم عن السلالة دي ان انا بخليك تسبق غيرك بخطوة. يعني انت السلالة دي لما تيجي هيكون عندك خلفية عنها، انت هتكون سابق غيرك بخطوة. غير كده كمان ان السلالة دي، السلالات اللي احنا بنتكلم فيها دي، في تلقيحات صناعية بيتم استيرادها في بعض البلدان علشان تطوير السلالات المحلية. فانت كمان لما يكون قدامك تلقيح تبقى عارف ان التلقيح ده الفوائد الناتج بتاعه هيكون مثلا احسن من المحلي ولا في نفس كفاءة المحلي، ولا استخدمه ولا ما استخدموش. فانت برضه هيكون عندك خلفية عن السلالة نفسها قبل ما تلقح بيها. تمام. طبعا اول حاجة النهاردة احنا هنتكلم عن المكان الاصلي لسلالة النيلي راڤي. طبعا الجاموس ده من انواع جاموس الماء كالعادة، زي المرة وزي الجاموس الايطالي اتكلمنا عليهم قبل كده، وموزع طبعا ومنتشر بشكل اساسي في الهند وفي باكستان، بتركز وجوده في منطقة البنجاب بالأخص في الهند، وهو مشابه لجاموس المرة. يعني طبيعة السلالة دي أو في الشكل والإنتاج قريبة جدا من جاموس المرة اللي احنا اتكلمنا عنه في حلقة قبل كده. طبعا بيتم تربيتها بشكل أساسي من أجل إنتاج الألبان، يعني هي حيوان حلاب من الدرجة الأولى. تمام. لها اسمين طبعا، النيلي راڤي الاسم المشهور، جاموس نيلي راڤي ده الاسم الشهرة المشهور به. في اسم تاني برضو لو سمعته تبقى هي نفس السلالة، اسمه بانج كاليان، ده برضو الاسم نفس السلالة اللي هي نيلي راڤي. تمام. لو جينا بقى نتكلم عن تاريخ السلالة عشان دي يعني نقطة مهمة، فانت لو بحثت هتلاقي ان تاريخ السلالة بيرجع لسنة 1950. تمام. في 1950 دي قريبة جدا، يعني السلالة جديدة، يعني السلالة مش جديدة ولا حاجة، سلالة قديمة. طب ايه 1950 دي؟ 1950 دي اللي هي السنة اللي تم توحيد السلالة فيها واعترف بانها سلالة نيلي راڤي سلالة واحدة، لانها كانت سلالتين، سلالة نيلي وسلالة راڤي تم دمجهم. فكان السلالتين دول طبعا بيعيشوا في الحزام اللي بيربط بين نهرين، السوتلوج والنهر الراڤي اللي هو كان بينتسب له جاموس الراڤي.
ففي منقطعة البنجاب لما تم التهجين بينهم ونظرا لطول الوقت والتهجين المكثف أصبح من الصعب التمييز بين السلالتين، فما كانش في حل غير إن هما يخلوا السلالتين بنفس الاسم فدمجوا الاسمين مع بعض وخلوا السلالة عبارة عن اسمين بس في اسم واحد اللي هي نيلي رافي. تمام، طبعا السلالة دي منتشرة في جميع مقاطعات الهند وكمان باكستان ومعروفة ومشهورة. من ضمن المعلومات الموجودة برضو ان انت لو دورت على الرقم القياسي لجاموسة مثلا في موسم ارضاع كامل هتلاقي ان في جاموسة حققت 6535 كيلو حليب في فترة ارضاع كاملة، فترة ارضاع واحدة كاملة. تمام، وهتلاقي برضو ان متوسط انتاج الحليب للجاموسة زاد من 2 طن لتلاتة طن في الموسم الواحد، يعني في الإرضاع الواحد. ومتوسط عمر الجاموسة تم تقديره ب12 سنة. تمام، ده كان بالنسبة لتاريخ السلالة. فلو جيت تتكلم عن صفات السلالة دي، طبعا السلالة ديت من المواصفات بتاعتها ان انت الجاموسة بتكون على شكل اسفين. تمام، يعني الجاموسة بتكون من قدام، يعني زي ما تكون ايه، زي مثلث قاعدته ورا من خلف الجاموسة الأقدام الخلفية وبوصل لقدام، يعني رجلين من ورا طويلة وقدام قصيرة شوية. ده يعني ايه شكل اسفين، يعني بتيجي شبه الاسفين كده. تمام، طبعا الهيكل بتاعها والعظم بتاعها ضخم، القرون زي المرة بالظبط بتكون صغيرة وملفوفة للخلف. العين بتاعتها بتكون ملونة شوية، احنا بنسميها الجاموسة الشعلة، جاموسة شعلة، يعني عينيها بتكون ملونة مش عيون سودة زي باقي الحيوانات. الجسم بتاعها أسود، فيها علامات بيضة على الجبين بتاعها، على جبهتها والوجه والبوز بتاعها أو الكمامة زي ما بيسموها، وعلى برضو الساقين الخلفيتين أو الأماميتين برضو بتلاقي عليهم تلطيش أبيض. كمان الديل في بعض الأحيان أو في أكثر الأحيان بيكون الديل برضو مفتاح وأبيض. طبعا برضو من المميزات بتاعتها أو من الصفات بتاعتها إن الجاموسة دي بيكون عندها الضرع بتاعها كبير وقوي، يعني بتكون شايلة الضر أو الضرع زي ما بتسموه، بيكون ضر كبير. طبعا العمر الإنتاجي ليها يعتبر جيد. العمر عند التلقيح الأول بيكون من 30 ل 36 شهر، يعني الجاموسة في أول ولدة ما تيجي تلقحها بتلقحها من عمر 30 ل 35 شهر أو ل 36 شهر. متوسط وزنها عند النضج بيكون 550 كيلو للإناث و700 كيلو للذكور. طيب لو اتكلمنا على الارتفاع، فعندك متوسط ارتفاع 1.35 متر، بتوصل لمتر ونص في الإناث، وطبعا من 1.40 متر بيوصل لمتر 55 في الذكور. وبرضه من الحاجات الكويسة إن الجاموسة دي نسبة الدهون في اللبن بتاعها بتكون 6.8، وبتزيد كل ما قل اللبن، وهشرح لكم بعد كده ايه الكلام ده. مميزات السلالة ديت: 1، وفرة انتاج الالبان، ده رقم 1 واهم حاجة بتميز السلالة دي، وفرة انتاج الالبان. 2، طول فترة الرضاع توصل ل300 يوم، وهقول لكم برضو ليه. 3، التحويل الجيد للأعلاف إلى لحوم، الأعلاف الجافة إلى لحوم. 4، الأسعار بتتراوح ما بين 22,000 ل 35,000 جنيه مصري، طبعا الأسعار دي في دولة باكستان. كلما كل ما تنقص كمية الحليب في الجاموسة في الإرضاع
ترتفع نسبة الدهون في اللبن. يعني المعادلة عكسية، اللبن يقل نسبة الدهون ترفع، ودي حاجة بتميزها عن سلالة المرة. يعني دي ميزة في جاموس النيلي راڤي مش موجودة في المرة، وتم قياسها على 895 عملية إرضاع، ارتفعت نسبة الدهون بنسبة 2% في نسبة الإرضاع كاملة. يعني الجاموسة لما تكون عشر كل اللبن ما بيخف، نسبة الدهن بتزيد في اللبن. تمام، دي كانت بعض المميزات الموجودة في الجاموسة. طب أبرز السلبيات الموجودة إيه؟ أبرز السلبيات أن متوسط عمر الجاموسة 12 سنة فقط، يعني الجاموسة بتولد لي متوسط 8 ولدات، يعني بتولد لي 8 ولدات وخلاص بتخش على الذبح. تمام، السلبية التانية ان التريح بين الولدات، ان الجاموسة دي بتحب تريح بين الولدات، يعني بين الولدة والولدة بتحب تريح لها كده شهرين لثلاث شهور، بس في الاغلب بتكون شهرين، فهي بتستهلك السنة كاملة. طيب البلدان المتواجد فيها السلالة دي ايه؟ هنلاقي ان عندنا طبعا الهند وباكستان، دول البلاد الاصلية ليها طبعا واهم حاجة، بعد كده بيجي بعد منهم بنجلاديش والصين والفلبين وكمان سريلانكا، دول الدول الموجود فيها سلالة النيلي راڤي. طب احنا بعد كده ممكن نتكلم عن ايه تاني؟ احنا نتكلم عن طريقة تغذية الجاموس ده، ازاي اتعامل مع جاموس زي دي بالنسبة للتغذية. هنلاقي برضو ان احنا عندنا هنقسم التغذية لتلات اقسام، فهنتكلم في اول تلات شهور بعد الولادة، اول تلات شهور، وبعد كده من تلاتة لستة، وبعد كده من ست لتسع شهور. في اول تلات شهور احنا هنتكلم ان الجاموسة بتاكل 9 كيلو علف مركز، بتضيف عليهم 25 كيلو سلاج، تمام، و4 كيلو برسيم مجفف او تريس، فبيكون عندي الكمية كاملة 38 كيلو. اجمالي المادة الجافة فيها قد ايه؟ 19.2، يعني 19 كيلو و200، دي مادة جافة. طبعا لو الجاموسة لسه عايزة، فأنا ممكن نديها تبن قمح مفتوح بعد العلفة، يعني تخلص العلفة بتاعتها، لو حسيتها لسه جعانة ولسه عايزة تملى، فأنت تخلص العلفة الرئيسية بتاعتها وبعدين بتديها تبن مفتوح. تمام، طب في حالة وجود برسيم، لو عندي برسيم بنزل العلف المركز بخليه 8 كيلو، ونزل السلاج بخليه 20 كيلو، يعني 8 علف مركز 20 سلاج، وبكمل برسيم 50 متوسط 50 كيلو برسيم أخضر في اليوم. طبعا البرسيم ده طبعا في المرات اللي بعد كده برضه انت ممكن تشتغل برضه نفس الموضوع، بس بتغير نسبة كمية العلف بتقللها. طيب من 3 لـ6 شهور دي بتستخدم 7 كيلو علف مركز، وطبعا 4 دريس، و25 كيلو سلاج، و2 كيلو تبن قمح، وبرضو ممكن بعد العلفة الأساسية تديها تبن قمح مفتوح. تمام، ده برضو بالنسبة من 3 لـ6 شهور. ولو في برسيم برضو بتختصر في السلاج وفي العلف وبتدخل برسيم برضو 50 كيلو. طيب بالنسبة لـ6 لـ9 شهور، هنا بيكون نسبة العلف المركز حوالي 6 كيلو علف مركز، وبتديها 3 دريس و25 سلاج، وبرضو ممكن تديها تبن مفتوح بعد العلفة الرئيسية. دي اللي هو البروتوكول اللي بيكون متبع مع الجاموسة في المراحل بتاعتها من بعد الولادة إلى مرحلة التجفيف. وبكده نكون أنهينا حديثنا عن سلالة النيلي راڤي الهندية عالية الإدرار. طبعا المثال اللي قدام حضراتكم ده
اللي اتكلمنا عنه في بداية الفيديو ده، دي جاموسة المفروض انه موسم تاني، بتحلب 22 كيلو لبن، ابنها رضع طبعا وبيحلب من بعد ابنها 9 كيلو، وهيعيرهم دلوقتي بمكيال معاه. اتمنى ان الحلقة تنال اعجابكم، وما تنسوش الاعلان على القناة، انا سايب لكم رقم الواتساب اسفل الشاشة، ممكن تتواصلوا معي من خلاله او من خلال رابط صفحة الفيسبوك، وبسيبه في اول تعليق، بثبته في اول تعليق. اتمنى ان اكون وفيت ولو جزء بسيط من المعلومات اللي تفيد الناس. في حاجة تانية كمان يا جماعة مهمة، طبعا السلالة دي مش موجودة في مصر ولا في اي دولة عربية. احنا طبعا قلنا الدول الموجود فيها سلالة النيلي راڤي، مش من ضمنهم مصر او الدول العربية. دي طبعا نقطة مهمة حبيت انوه ليها، علشان في ناس كتير بعد ما بتنزل الحلقات اللي بننزلها بتسأل اذا كانت السلالة موجودة في مصر ولا لا. فانا زي ما قلت لكم في بداية الحلقة، احنا بنتكلم عن السلالات دي عشان نسبق غيرنا بخطوة، مش هنفضل طول عمرنا نستنى والناس تجرب فينا، فاحنا بنتكلم لربما ناخد فكرة ومعلومة تنفعنا بعد كده. انا بشكركم في النهاية على حسن متابعتكم واستماعكم للحلقة، وان شاء الله انتظرونا في مزيد من الحلقات في الفترات الجاية ان شاء الله. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.